شباب أعرفكم بالدكتور كاظم العبادي، المعرف لا يعرف لكن للي ما يعرفه، الدكتور كاظم العبادي أكاديمي وباحث عراقي طبيب ورياضي وصحفي مفكر أرسطو الكرة العراقية، كتب الكثير من الكتب في عن خططه وبرامجه ورؤيته لمستقبل الكرة العراقية، ومن ضمنها دستور الكرة العراقية الكتاب الأبيض. حتى هذه اللحظة لم يصدر الكتاب، ولكنه قريب جدا راح يصدر هذا الكتاب. هذا الكتاب الأبيض في أول فصل، أول ما تفتح الكتاب أول فصل، الفصل الأول شنو هو؟ رابطة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم. في هذا الوقت اللي احنا جاي نشتغل ونعمل ونستمع يومين الى هذا اللب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 ل
يسعى لتأسيس هذه الرابطة ونظمها وشرحها وجال العالم من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، والتقى بكل شخصية تجي على بالكم، منه أرسن فينجر، مورينيو، زيدان، ماردونا، زيكو، كل هذه الأسماء التقى بها، وراح التقى برؤساء هذه الروابط، إسبانيا، إيطاليا، البرتغال، إنجلترا، كلها التقى بها. مفكر يا جماعة وعبقري المعرف، لا يعرف مثل ما قلت لكم أرسطو الكرة العراقية الدكتور كاظم العبادي هو الأهم في هذه المرحلة، وبإمكان أفكار أنه تنقل العراق نقلة نوعية للأمام. أكو خطة هذه حاليا الآن لو مشينا بها راح نصل إلى هذا الهدف. على أي حال، هذا الكتاب جاي شوفونه قدامكم الآن، راح أتصفح لكم به شوية، وإن شاء الله تعالى راح ألتقيكم بفيديو ثاني، وراح ألتقي بالدكتور كاظم العبادي، وراح أتحدث معه أكثر عن تفاصيل رابطة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم. في نهاية هذا الفيديو لا أسعني إلا أن أشكركم على حسن الاستماع. شباب، لايك للفيديو، اشتركوا بالقناة، شيروا هذا الفيديو، سوونا شوية هيجي تعليقات حلوة، وخلونا هذا الفيديو يصل إلى الجميع حتى يفهمون شنو معنى الرابطة الدولي العراقي الممتاز لكرة القدم، اللي من خلالها راح نصير واحد منتخبنا واحد من أفضل الفرق ومستقر، مو في بطولة جيد في بطولة، لا لا لا، راح يستقر ويكون عندنا دوري يدعم هذا المنتخب العراقي حتى نحقق الإنجاز، ناخذ كأس آسيا، كأس العالم، ننافس، نصعد الدوري الثاني، يصير عندنا منتخب، نزع عم آسيا، يصير عندنا ثورة مثل ما صار عند اليابان، مثل ما صار عند إنجلترا والسعودية وغيرها من الفرق. جاء احنا واحد